فما بالنا نرى الشياطين من الإنس والجن الآن بكثرة في هذا الزمان؟ لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن طريق الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. لذلك لابد أن نجعل هذا الشيطان ييأس أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر، يعني ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا أخبر به، تغيير الشهور والأيام، تغيير كل شيء أوصى به في هذه الخطبة في حجة الوداع. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. هكذا يوصي الحبيب عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، نعم لقد بلغت. يقول أيضا: فإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، لماذا لا نتمسك بما جاءنا من الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا نسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمته وعدله وتسامحه وأخلاقه؟ عندما سئلت السيدة عائشة كيف كان خلق الحبيب عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. الله مدحه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق العظيم هو القرآن الكريم. فما دام القرآن بين أيدينا، لماذا لا نتخلق بهذا القرآن العظيم بما فيه وكل ما فيه من أوامر؟ إذا كان هناك أوامر نفعلها ونسلكها ونقوم بها على خير وجه وبصدق مع الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك أوامر نبتعد عنها ونطيع الله فيها. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك شيخ باسل، الله يجزيك الخير وبارك الله فيك على هالمواضيع القيمة التي تثبت صدورنا وتشرح صدورنا بكلام الدين والإيمان. الله يجزيك الخير. بداية طبعا، قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. وطبيعة الحال إحنا مرجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكل إنسان بيتبع كتاب الله وسنة الرسول إن شاء الله غير يكون من الفالحين في الدنيا والآخرة. لأنه فلاحنا ونجاحنا يا سيدي باتباع أوامر الله وشنواب نواهي. فبطبيعة الحال بني آدم اللي عايش على هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى أوجده وهيأ له رزقه وحدد له رزقه في الكتاب المحفوظ، حتى يقال إنه لما يكون الجنين في رحم أمه الله سبحانه وتعالى يرسل ملك من الملائكة وينفث على هذا الجنين، يحدد رزقه وعمره وهل سيعيش شقيا أم سعيد. فطالما إن هذه الأمور واضحة لكل الناس، لماذا الابتعاد عن الله؟ لماذا الابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في حجة الوداع قال: إني لا أراكم، ممكن إني لا أراكم بعد عامكم هذا. فالإنسان ما بيضمن حاله إنه يعيش بعد ساعة أو ساعتين. لما تقول: لا أخي المسلم يا أخي اتق الله وارجع للصلاة، يقول لك: سوف. ما المسكين الجاهل ما بيعلم إنه في وادي في جهنم اسمه وادي المتسوفين. فالإنسان لازم يعزم ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى الله يهيئ أموره ويسر حاله. بعدين الظلم اللي حاصل هالأيام، قتل الأطفال، قتل الشيوخ، قتل الناس، قطع الشجر، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه. لا كان ينبه على الجيش وعلى الصحابة أنه ما يقطع شجرة ولا يقتل إبل ولا طفل ولا شيخ، كل حسب التعاليم الإسلامية وحسب محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله إن غير نتربى بمدرسة الرسول من هي بإخواننا المواطنين إنهم يرجعوا لأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى مدرسي، ويعلموا إن الدنيا عبارة عن أيام محدودة مهما عاش ومهما مكان ثري في هذه الدنيا. والله ما بيأخذ معاه غير عمل الصالح، بيترك المال وبيترك المال الأولاد وبيترك كل شيء في هذه الدنيا ويذهب إلى الله. والصحابة وصفوا الدنيا، معلش بدي أطول شوية شيخ، معلش. حياك الله يا سيدي. الصحابة الله مرضى عنه والرسول عليه الصلاة والسلام وصفوا الدنيا مثل ما إنسان بيمشي في صحراء عطشان وجوعان، بلاقي قدامه الشجرة ما بصدق المسكين، هو يقعد تحت الشجرة مشان يستظل في ظلها ويشرب الماء ويأكل الزاد الموجود.
نعم. يا هل ترى هل يبقى ماكث في تحت هذه الشجرة؟ لا والله نعم. سوف يغادر إلى مكان آخر، ونحن المغفلين الذين نتبهب أموالنا نعم. وبفلوسنا وبنأخذ فلوس طريق الحرام بطريق السرقة بطريق النهب، والله لن يثمر شيئا، والله سوف نحاسب عن كل قرش نعم. من أين حصلت على هذا نعم. ومن أين أنفقته؟ فالإنسان يتق الله، ومن هي بالعلماء إنهم في المساجد نعم. إنهم وضعوا هذه الأمور للمواطنين، لأن الناس الإنسان عبارة عن فترة اختبار في الأرض نعم. فقط لا غير نعم. والله يجزيك الخير يا شيخنا، وبارك الله فيك، والله يعطيك العافية. الله يجزيك الخير وبارك الله فيك وطيب الله الأنفاس. يعني والله هذه صرخة، يعني صرخة ودعوة هيك قلبية من أخ فاضل، يعني يغار على أمته ويغار على أهله ويغار على كل فرد في هذه الأمة. يعني فهذه يعني كما سمعتم دعوة أن نبتعد عن الضغينة وعن الحسد وعن التكالب عن هذه الدنيا وعن القتل وعن الدمار. على فكرة القتل ليس فقط أنك تقتل يعني الضحايا اللي بنشوفهم يعني بالمئات والألوف يعني يقتلون وتسيل دمائهم، ليس فقط هؤلاء القتلى هم القتلى، والله أن هناك من الأحياء من هم قتلى بأرواحهم وفكرهم وأنفسهم. يعني هناك من هو ميت ومقتول قهرا وظلما وزورا وبهتانا، هناك قتلى بالملايين من البشر. فنحن واجبنا كمسلمين أننا من أتباع هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، من واجبنا نحن أن نحيي هؤلاء الناس. وكما قال الله سبحانه وتعالى يعني من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلماذا لا نكون نحن أحياء بهذا الدين العظيم؟ لماذا لا يكون ضميرنا حي لهذا الدين العظيم ونبلغ هذا الدين العظيم لكل البشرية قاطبة، مش بالخوف؟ ما بدنا حدا يجي إلى الله إلى طريق الله يعني بالسكين أو بالمدفع أو بالصاروخ، أبدا. الله لا يريد مثل هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى يحب من أتاه بقناعة، الله يحب عبده أن يأتيه وهو راض عن طريق الله سبحانه وتعالى، مقتنع أن الله موجود وأنه يريد أن يسير في طريق الله، لأن طريق الله هي طريق القيم الراقية والأخلاق الرفيعة أيها الإخوة. طريق الله هي النور والصدق والإيمان والإخلاص، طريق الله هي طريق العدل والتسامح وعدم الظلم، هذه هي طريق الله. وكل هذه العبادات التي نتعبد الله بها من أجل أن تزودنا بهذه الطاقة الهائلة، من أجل أن نبقى في طريق الله متسامحين، محبين للآخرين، أن نرفع الظلم عن الآخرين، أن ننصح ولا نفضح. هذه تعاليم الإسلام العظيم، مش بالعصا بدك تجيب الناس إلى طريق الله، أبدا، بالإقناع، أن تكون قدوة صالحة. الصحابة الكرام نشروا هذا الدين العظيم بأخلاقهم، بصدقهم، بوفائهم للعهود، مش بقتلهم، مش بسلاحهم، مش بتخلفهم وتزمتهم وتعصبهم. نشروا هذا الدين العظيم بأخلاقهم وابتساماتهم وروعتهم وقدوتهم للآخرين، نشروا هذا الإسلام العظيم بالأخلاق والقيم الرفيعة أيها الإخوة. هكذا انتشر الإسلام العظيم، ولم ينتشر بالقتل والتقتيل، بالعكس. أحد القادة عندما دخل إلى أحد القرى وكانوا من أهل الكتاب، فرض عليهم، دخل عليهم عنوة بلا يعني ما أعطاهمش مهلة، ما أعطاهمش فترة دخول. فعندما دخل المسلمون وذلك القائد إلى تلك البقعة، جاء ذلك الرجل يعني الراهب أو العاقل أو الحكيم منهم وقال: أنتم يجب عليكم أن تعطونا مهلة، لازم تعطيني خبر أنك بدك تيجي تدخل أرضي وبلدي وقريتي، والله لا أشكوك إلى أمير المؤمنين. وبالفعل أمير المؤمنين عين قاضيا من المسلمين وحكم أن يخرج قائد المسلمين من تلك البقعة، الله أكبر. فخرج ثم أعطاهم المهلة، وبهذا التصرف أسلم الناس وأسلم الكون كله أيها الإخوة. لكن نحن نريد أن نأتي بالناس بالعصا، يا أخي الله ما بده الناس تيجي بالعصا، بده تيجي بالأخلاق والقيم الرفيعة، أن تقنع الآخر. يا أخي أنت مش قادر تقنع نفسك، مش قادر تتحد مع نفسك، مش قادر تقنع أخوك المسلم في مكان معين، إن التقيت أنت وياه في مكان إحنا مش متفقين على يعني إلا على
على أن الله سبحانه وتعالى هو موجود، لكن نحن مختلفين لا أخفيكم، ومختلفين اختلافات كبيرة، والله نسمع الكثير، نسمع الكثير للأسف. لذلك هذا البرنامج وهو منكم وإليكم من أجل أن ننقح العقول وأن تفتح القلوب وأن نفهم هذا الطريق، طريق الله سبحانه وتعالى طريق رائع وطريق جميل وطريق فيه الرحمة والعدل والتسامح لكل الناس. فما بالك لإخوتك، فما بالك لجيرانك، فما بالك لأخيك المسلم اللي بيصلي معك، فما بالك لزميلك في العمل؟ أين هي قيم الإسلام العظيمة؟ لذلك يعني أخونا الله يجزيه الخير يعني دعا أن نبتعد عن الظلم وعن القتل. والله الحديث القدسي وكلنا يعلمه، لكن القليل منا من يتفكر فيه، القليل منا من يعني يسلك ما فيه من أوامر ونواهي. يعني أريد فقط أن نقرأ ولو يعني بداية الحديث وهو طويل، ومن أراد منكم يعني أن يعني يفهم هذا الحديث بقلبه ووجدانه وعقله يرجع يقرأ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر، الله ينادي أيها الناس، الله يعني يفتح يديه في الليل ليتوب مسيء النهار، ويفتح يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما أعظم الله، ما أعظم الله وما أوسع رحمة الله. أين نحن؟ ماذا سنقول لله سبحانه وتعالى ونحن نقرأ هذا الحديث؟ يا عبادي تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. حتى الاستغفار ما عاد له ذلك الطعم وتلك الروحانية أيها الإخوة. الله الله الله، اللهم اغفر، اللهم اغفر، مش هيك، لا، يجب عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأنت خاشع وقلبك راكع وبجوارحك وأنت مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وتخاف من هذا الإله العظيم وترجو رحمة هذا الإله العظيم، وتكون كأنك تراه، كما يعني ورد في الحديث عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أين هذه القيم أيها الإخوة في حياتنا؟ أين يعني الاستشعار لوجود الله سبحانه وتعالى في كياننا وفي عقلنا وفي وجداننا وفي قلوبنا؟ نحن بحاجة أن نراجع أنفسنا كثيرا. يا عبادي، يعني هناك الحديث طويل، لو أن أولكم وآخركم يعني طلب من الله سبحانه وتعالى من الإنس والجن لا أعطى ولا ينقص ذلك من يعني خزائن الله شيئا. يعني وآخر الحديث: يا عبادي لو أن كل واحد سألني مسألته فأعطيته لا ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. شو بده يطلع الإبرة؟ شو بده تطلع يعني من البحر؟ لا شيء. لذلك نحن بحاجة أيها الإخوة، يعني آخر الحديث: هذه أعمالكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم أيها الإخوة، فلا يلومن إلا نفسه، من وجد غير ذلك من سيئات وظلم وقهر وقتل وسفك للدماء وسرقة للأموال فلا يلومن إلا نفسه. ما تلوم حدا، ما حدا بيقول لك اعمل الخطأ، طريق الخير مفتوح وطريق الشر موجود، وأنت الذي تختار أيها الإنسان، ونحن ننصحك أن تختار طريق الخير، طريق الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. تخيل يعني ونحن نقول عن المظالم وإرجاع المظالم، هذه قصة حدثت مع مالك ابن دينار، وهو ذلك يعني العالم الزاهد الولي التقي.